اقترحت مقترحا وتمنيت لو أن هذا المقترح. يا إخوان إحنا عندنا هذه الأجهزة الذكية بأساليب مختلفة، ليش إلى الآن إحنا ما حاولنا أن نستفيد منها في المنبر؟ بمعنى الآن أنا عندي المأتم ألف، أنا أعمل مجموعة وأخبر الخطيب بها بأنك سوف تضاف إلى المجموعة وسيتم إضافة 10-15-20 شخص من خيرة المستمعين الموجودين عندك في كل ليلة. بعد الانتهاء من الاستماع سيتم تقييم ما تم عرضه خلال هذه الليلة تقييما نقديا إيجابيا ببيان الجوانب الإيجابية وببيان الجوانب السلبية وببيان الإشكالات المتصورة. يشترط على الخطيب شرط رئيس أن لا يخرج من هذه المجموعة من أول الموسم إلى نهاية الموسم، ومن حق الخطيب أن لا يفتح شيئا من الرسائل طيلة الموسم، زين؟ لكن بعد الموسم لابد أن يطلع الخطيب على هذه الرسائل ويجيب عليها بصورة تفصيلية. وإن كنت أتمنى أن يلتزم الخطيب بمتابعتها في كل ليلة ليلة حتى إذا استدعى الأمر أن يعالج الموقف بالنسبة للمستمع في الليلة التالية. جدا أن سنويا نجد هنالك كثير من المآتم تقيم ندوات حوارية مع خطيب المأتم اللي ما أعتقد نقاش. بأن هذه مجدية بحسب واقع التجربة، لا أعتقد أنها مجدية. لا تخرج عن نقطتين، فائدة نسبية إذا تعطوني لا تخرج عن نقطتين بمقدار المتابعة. غالبا الخطباء يحاولون أن يستدركوا ما لم يطرحوه على المنبر فيطرحونه خلاله. هذه نقطة. وأيضا قد تكون مشتملة على نحو تبرير لما تم عرضه. إحنا ما نبغى هذا الأمر، إحنا نبغى تقييم هذه المادة التي طرحت، نريد أن نقومها ونقيمها. نبغى هذا الأمر، مو شرط أني أنا أحتاج إلى عملية إلا هو الإشكال اللي عندي أو الاستفسار اللي عندي، أبغى تقييم وتقويم. يعني يا جماعة ترى المسؤولية مو بس على رجل الدين الملة اللي يقرأ ملة سآية الله ولا حجة الله. الملة من يصعد المنبر أنتم مسؤولين عن الرقابة على ما يقول. تقول ما أقدر أقاطعه، أحيان لازم تقاطعه، ما في مجال. أنا بقول لكم قضية، شوف الواحد يقاطع عليها ولا ما يقاطع عليها على الهواء مباشرة في التلفزيون من العتبة. يقول لهم خاطب الزوار اللي عزوه يلطمون ويطبرون، يقول مو مهم انكم تصلون، اهم شيء تزورون الحسين، اهم شيء تلطمون على الحسين، اهم شيء تطبرون. هذا بالله عليك هذا وين تحطه؟ وين تحطه؟ وبعدين لا يمسكون علينا ولا يحطون لنا في وصال وغير وصال. انت قاعد تقدم الزاد، انت فاتح بيتك وتبي ما حد يطل في البيت؟ انت كشفت العوره، قول للناس غمضوا. شاهد ثاني، طبعا هذا مو من باب التمسك بالعام في الشبه المصداقيه. الشبه المصداقيه اخاف واحد من رجال الدين اللي يدعون الفضيله يقول والله سيد محمد رضا عنده خال. لا انا ما عندي ضابط القضيه، اقول هذه مصاديق. ولكن متى ما أضيف المصداق إلى جانبه أنتج عموما. ما فيني أقلل من قضية في الخارج بحجة عدم الثاني. ولهذا وصيتي للجميع عندما يصعد أي منبري وخطيب، مع كل احترامنا لمن يحقق في هذه المسائل، إذا تكلم واقعا وسط المجلس قفوا وقولوا له ما هو مصدرك، حتى نتخلص من مثل هذه الكلمات ومن مثل هذه الدعاوى التي لا أساس علمية لها. هسه تقولون سيدنا ما يخلونا في وسط المجلس مباشرة، أول ما ينزل من المجلس. أيها الناس، لحفظ كرامة القضية الحسينية ولحفظ قدسية هذه القضية لابد أن يعرف الخطيب من أين يقول هذا الكلام. القضية مولانا مو سهلة دي يتكلم عن عائلته وعشيرته حتى أقول لا يهم. يتكلم عن لعله من أقدس مقدسات مدرسة أهل البيت يتكلم عنها، فهو دي يسيء من حيث يشعر أنه شنو؟ ها؟ من حيث أنه يصلح، ولكن هو دي يصلح دي يسيء مولانا بتعبير النص القرآني بشكل واضح واضح أعزائي صريح بعد الآية في أول سورة بقرة. أعزائي وقي إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
إنما نحن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يجب. هاي القضية الحسينية لابد أن تحفظ عزائي. هسه الآن ما أريد أدخل في البحث العقلي المنهج العقلي مع الفاضل الدربندي ولا نريد أن نقف عند المسموعات. في النتيجة هناك مجموعة من المسموعات لنرى أن هذه المسموعات التي نقلها هل يمكن الاعتماد عليها أو لا. إن شاء الله.